أهلا بكم من جديد، وإن شاء الله يا ربي فقرة الركن الأخضر ده تستفيدون من المعلومات اللي نقدمها من خلال هذه الفقرة. موضوع الاهتمام بالبيئة والخضار بداخل البيت وبشوارعنا وبمدننا من المواضيع جدا مهمة. كل ما كثرنا من الغطاء الأخضر كل ما تعمرت الأرض أفضل، وإذا ما نريد نحسب حساب أنه جمال الأجواء والمناظر اللي تصير لما نشاهد هذه المناظر ما شاء الله الجميلة، خلي نحسب حساب أنه كل غرسة نغرسها إن بيها أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، وراح يكون الرسول إن شاء الله راضي عنا، لأن هي أحد إرشاداته وتوجيهاته أنه هو غرس النباتات. إذا خلي يكون عندنا اهتمام أيضا بهذا الجانب. والآن اسمحوا لنا أنه نتوقف دقائق مع نشرة الأخبار الجوية، ويانا اليوم زميلنا كرار الوزني، أسعد الله صباحك أو مصطفى اليوم. كرار شنو محتفل لازم اليوم بالجائزة مالته؟ صباح الخير صباح ليلى، صباح النور، الخير ست إسراء، صباح ولكل الخير والعافية. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، و كل التوفيق والمباركة لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية لحصدها مثل هكذا جائزة، وبالتحديد للزميل كرار الوزني ألف ألف مبارك إن شاء الله. أي والله من ألف تقدم مبروك. إلى آخر، يعني حقيقة يعني أفرحونا وأثلجوا قلوبنا. يا احنا رب كنا إن شاء الله ضامنين نفرح اليوم أيضا ويانا بيكم. كرار، بس مثل ما تقول ليلى جاهز ده يحتفل اليوم، ويا ريت تبعث تحياتنا وتهانينا القلبية إلى كرار الوزني على حصول تقريره كأفضل تقرير ضمن فئة التقارير. ان شاء الله، واكيد هو هم راح يسمعكم او إن شاء بالبث الله تسجيلي راح ايضا يسمع لهذه الكلمات وهذه المباركه. الله طيب. يبارك. الف الف مبارك لجميع الكادر ان شاء الله. يا رب يا رب. شنو عندك من اخبار حول الطقس؟ يعني اليوم الاجواء تقريبا غائمه، يعني من مشمسه الى غائمه جزئيا، وهنالك توقعات ب زخات مطر في بعض الأقسام الغربية من المناطق الوسطى. أيضا المتنبي الجوي قاسم أو صادق عطية يكتب أيضا هنالك توقعات بزخات مطر يوم غد الأربعاء وأيضا الخميس، توقعات يعني بنسبة كبيرة إن شاء الله. حقيقة نفتقر مثل هكذا يعني ارتفاع في مناسيب المياه وزخات مطر بسبب معاناتنا بالسنة السابقة من موضوع الجفاف وقلة الأمطار. صحيح. إذا نترك لكم الحديث أخ مصطفى حتى يعني تخبرنا أكثر عن نشرة الطقس وعن درجات الحرارة وكل اللي تحب تقول لنا إياه. شكرا زميلاتي، تفاصيل أوفى عن حالة الطقس بعد هذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم سادتي المشاهدين أينما كنتم، بكل خير في صباح جديد مع نشرة الأنواء الجوية التي تأتيكم حصرا لبرنامج صباح كربلاء. البداية كالعادة نبدأها بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد لليوم الثلاثاء 15 من تشرين الثاني. نبدأ من المنطقة الوسطى، الطقس فيها غائم جزئي إلى غائم مع فرص لتساقط أمطار خفيفة الشدة، تكون رعدية على المناطق أو الأقسام الغربية منها. درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما فيما يخص الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة تتراوح ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، أما مدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. أما المنطقة الشمالية الطقس سيكون صحوا إلى غائم جزئي، درجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق، أما فيما يخص الرياح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعتها ما بين 10 إلى ما بين 5 إلى 10 كيلومتر بالساعة، ومدى الرؤية سيكون من 8 إلى 10 كيلومتر. أخيرا المنطقة الجنوبية الطقس فيها غائم مع فرص لتساقط زخات مطر في بعض الأماكن، تكون رعدية أحيانا، درجات الحرارة مقاربة للأمس، أما فيما يخص الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. أيضا يكتب المتنبئ الجوي صادق عطية مناطق متفرقة من مدن الجنوب وبادية الجنوب وكذلك الأنبار غرب العراق وجنوب نينوى على موعد مع هطول زخات من المطر تكون خفيفة اليوم وكذلك يومي
الأربعاء والخميس نحن على موعد مع حالة جوية ممطرة تشمل أغلب مناطق مدن البلاد بشدد متفاوتة أيضا، ولا يستبعد هذا الغزارة المصحوبة بالبرق والرعد مع زخات ممكن من الحالو في أماكن متفرقة يصعب تحديدها حاليا وتحتاج لمتابعة مستمرة من قبل المختصين. أيضا تحذيرات من رياح تكون هابطة مثيرة للغبار، أما فيما يخص الهطول يكون بشكل زخات من سحب ركامية رأسية ولا يشمل كل المناطق في وقت واحد، وأيضا هنالك توقع طفيف وانخفاض يعني في درجات الحرارة أو اعتبارا من اليوم والأيام القادمة. أما درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وكذلك باقي المحافظات فهي كالتالي. نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، أجواء غائمة جزئيا في بغداد ودرجات الحرارة ما بين صغرى 12 درجة مئوية وعظمى ستصل إلى 24 بإذن الله تعالى. جنوبا حيث البصرة الفيحاء أجواء غائمة تماما وسحب رعدية كما تلاحظون، درجات حرارة صغرى 17 وعظمى 27 درجة بحسب المختصين. شمالا حيث أربيل أيضا أجواء غائمة جزئيا هنالك ودرجات الحرارة كما تلاحظون ما بين صغرى 10 وعظمى ستصل إلى 22 مئوية فقط. محافظتنا الحبيبة كربلاء أيضا أجواء غائمة جزئيا ودرجات الحرارة ما بين صغرى 15 وعظمى 25 درجة مئوية. أيضا ننتقل إلى محافظة أخرى بالتحديد في ذي قار جنوبا وتساقط زخات من المطر وأجواء غائمة تماما هنالك، درجات الحرارة ما بين صغرى 18 وعظمى ستصل إلى 28 درجة مئوية. بالعودة إلى شمالنا الحبيب بالتحديد في السليمانية أجواء أيضا غائمة جزئيا ودرجات الحرارة كما تلاحظون الصغرى 7 والعظمى ستصل إلى 20 فقط مئوية. أيضا في محافظات الفرات الأوسط بالتحديد في محافظة بابل الحبيبة أجواء أيضا غائمة جزئيا الصغرى 12 والعظمى ستصل إلى 26 مئوية فقط. أيضا ننتقل إلى جنوبنا الحبيب بالتحديد في ميسان التي تشهد زخات من المطر وأجواء غائمة تماما، الصغرى سجلت 15 والعظمى ستسجل 28 درجة مئوية هنالك. أيضا في شمالنا الحبيب بالتحديد في دهوك أجواء هنالك ستكون كما تلاحظون ما بين صغرى 8 وعظمى 22 والطقس غائم جزئي هنالك في دهوك. وإلى غرب العراق بالتحديد في محافظة الأنبار الحبيبة أيضا سحب رعدية كما تلاحظون وأجواء غائمة غائمة كليا، الصغرى 13 والعظمى 25 درجة مئوية. أيضا بالعودة إلى محافظات الفرات الأوسط بالتحديد في النجف الأشرف التي ستكون الأجواء بها غائمة جزئيا، الصغرى 17 والعظمى 27 مئوية فقط. في محافظة الديوانية العزيزة أيضا أجواء غائمة جزئيا بحسب المختصين ودرجات الحرارة التي رصدت وسجلت 15 صغرى وعظمى ستصل إلى 28 بإذن الله تعالى. بالعودة إلى شمالنا الحبيب بالتحديد في الموصل أيضا كذلك أجواء غائمة جزئيا الصغرى 6 والعظمى 23 مئوية. محافظة ديالى الحبيبة أيضا ستكون الأجواء بها غائمة جزئيا الصغرى 10 درجات تماما والعظمى 24 مئوية. في واسط الحبيبة أيضا لا تختلف كثيرا الأجواء فهي غائمة جزئيا ودرجات الحرارة ما بين صغرى 14 وعظمى 25 درجة مئوية. في صلاح الدين كذلك 10 صغرى وعظمى 26 والطقس سيكون غائم جزئي. أخيرا في المثنى الحبيبة سحب رعدية كما تلاحظون وأجواء غائمة تماما، درجات الحرارة الصغرى 16 والعظمى 28 درجة مئوية. هذا ما رصدناه سادتي المشاهدين من درجات حرارة صغرى وعظمى في العاصمة بغداد وكذلك باقي المحافظات، إلى جانب معلومات دقيقة عن حالة الطقس اليوم وكذلك في الأيام القادمة. أما درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن المجاورة لعراقنا الحبيب نبدأ كالعادة من مشهد المقدسة.
درجات حرارة منخفضة لكن أجواء مشمسة 14 عظمى وصغرى فقط 5 درجات مئوية. أيضا في السعودية في المدينة المنورة تحديدا كما تلاحظون الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة مرتفعة مقارنة بباقي المدن الصغرى 23 والعظمى 33 مئوية. في الكويت 26 فقط ستسجل العظمى والصغرى سجلت 20 درجة مئوية والأجواء مشمسة معتدلة هنالك. في العاصمة السورية دمشق التي تشهد زخات من المطر وأجواء غائمة تماما شتوية الصغرى 10 والعظمى ستصل بإذن الله تعالى إلى 22 فقط. في الأردن تحديدا في العاصمة عمان هنالك أجواء معتدلة مشمسة العظمى ستصل إلى 20 والصغرى سجلت 12 مئوية فقط. أخيرا في إسطنبول التركية أيضا أجواء مشمسة ودرجات الحرارة ما بين صغرى 9 وعظمى 17 درجة بحسب المختصين. هذا ما رصدناه من درجات حرارة صغرى وعظمى لبعض المدن والبلدان المجاورة لعراقنا الحبيب. أيضا لمعرفة درجات الحرارة في بعض الدول الإقليمية نلاحظ ماذا سجلت عاصمة الضباب لندن. أجواء شتوية تماما وغائمة وممطرة الصغرى 9 والعظمى ستصل إلى 13 درجة مئوية فقط. في ألمانيا في العاصمة برلين هنالك أيضا أجواء مشمسة و درجات حرارة كما تلاحظون منخفضة 6 فقط صغرى وعظمى 14 درجة بحسب المختصين. في ستوكهولم أيضا كما تلاحظون أجواء باردة جدا 3 صغرى وعظمى 7 والطقس غائم تماما. أيضا كوبنهاغن لا تختلف كثيرا عن ستوكهولم فهي يعني درجات حرارة منخفضة 8 صغرى و11 عظمى وأجواء أيضا غائمة تماما. في العاصمة الفرنسية باريس التي تشهد تساقط زخات من المطر وأجواء غائمة جزئيا الصغرى 10 والعظمى 13 درجة مئوية. سادتي المشاهدين إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الجوية، رصدنا درجات الحرارة ومعلومات عن الطقس في عراقنا الحبيب وأيضا بعض المدن المجاورة والإقليمية. هذه عودة إلى الزميلات لتكملة باقي فقرات البرنامج. إلى الملتقى. Thank you.